على هذا البيان الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر. صباح الخير يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتعليق حضرتك على بيان دار الإفتاء بأن المجتمع يتعرض لموجات من التكفير بغرض تحقيق مكاسب سياسية، حضرتك يعني ما أقدمت عليه دار الإفتاء المصرية شيء طيب وكلام عظيم، لكن أين الفاعلية في تنفيذ هذا؟ المسألة ليست بيانات تصدر هنا أو هناك. يعني مثلا تحت سمع وبصر الدولة المتسلفة الوهابية موجودين في القاهرة والإسكندرية يمارسون التكفير ضد الأزهر نفسه. يعني يقولون أن عقيدة الأزهريين فاسدة وأن إيمانهم فاسد وأن إسلامهم مختل. طيب ما هو ده تحت سمع وبصر الدولة ومعاهم حزب سياسي معترف به. نعم. إذا كانت دار التحرير وهي مؤسسة قومية، جريدة عقيدات الإسلامية الأسبوع الماضي عدد 1096 في 4/3 بتكفر المسيحيين وتشعل نيران الفتنة التكفيرية في مصر. نعم. جريدة قومية تبع دار التحرير. قولي لي أين رئيس مجلس الإدارة لدار التحرير وأين رئيس التحرير لجريدة عقيدتي حينما يخطئونني، حينما قلت للشباب ونحن في اعتقاد طائفي لا نقول عن المسيحيين أنهم كفار ولكن نقول أهل كتاب. صحيح. أبت الجريدة إنها تخطئني، لماذا تقول لا نقول عليهم كفار، هم كفار. كانت جريدة قومية. دكتور أحمد، هل حضرتك طيب يعني عملت رد فعل أو يعني ابتديت تبلغ؟ أنت قولي فين نقيب الصحفيين؟ فين رئيس دار التحرير؟ جريدة قومية مقبولة من دافع الضرائب سواء مسلمين أو مسيحيين لما تمارس التكفير ضد المسيحيين وتزيد الاحتقان الطائفي في مصر. أين الدولة وأين لجنة الأحزاب لما تصرح لحزب سياسي تكفيري علناً؟ لما الجماعة السلفية في اسكندرية تصدر بيان بعدم صلاحية كل المسيحيين للمناصب، لما يصدروا بيانات انا دعيتهم في بعض القنوات الفضائية كقناة النهار. أيوة. قلت انا اتمنى من الشيخ السلفي يصدروا بيان واضح للرأي العام بأن الثقافة الأزهرية ثقافة صحيحة وليست فيها الكفر والشرك. نعم. الجريدة دي اسمها ايه يا فندم تاني؟ معلش الجريدة دي اسمها ايه؟ عقيدتي صادرة عن دار التحرير للتابع والنشر بشارع رمسيس بالقاهرة، معروفة اللي بتصدر الجمهورية والمساء. نعم. لما يكفر المسيحيين علنا، لما يقرأ ولد متوسط أو عام الثقافة ويتعامل مع شركاء الوطن بشكل كافر، يبقى هيستحل دمه وماله وعرضه. فإذا كانت الدولة بصحفها القومية بتمارس هذه الجريمة. نعم نعم. فالمساله مش مساله بيان، البيانات مع كثيره، سواء بيان يصدر من الازهر، بيان يصدر من الكنيسه، فضيله مولانا الامام الاكبر يقابل البابا تدرس وتبوس اللحى، الكلام ده ما ينفعش. نعم. لابد من اليه عمليه على ارض الواقع، انما كومبوزيشن وانشاء. صح. احنا بنعالج التكفير وهو التكفير بيصدر منا احنا على سمع وبصر من الناس، ما ينفعش. صح صح يا فندم، والله احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك. و انا عبر قناه التحرير انا اريد نقيب الصحفيين يخرج للراي العام، كيف سمحت دار التحرير لجريده عقيدتي ان تكفر المسيحيين في مصر ونحن عندنا احتقان طائفي؟ نعم نعم. شكرا. كيف سمحت لجنه الاحزاب السياسيه لحزب لجماعة سلفية أن يحتقر المسيحيين في مصر وكل يصلحون المناصب العامة؟ كيف سمح أن علماء الأزهر يقول عنهم الشيخ فلان وعلان وبعران الجماعة السلفية بأننا كفار وعقيدتنا فاسدة ومشركين؟ كيف يكون هذا؟ صح. أنا لا أخدع ببيان إنشائي صادر من هنا أو من هناك، دي كلها بيانات إنشائية. طبعا. لا حظ لها في الواقع ولا في التطبيق. طبعا طبعا عندك حق يا فندم، من ضمن صوتنا لصوتك. شكرا جزيلا دكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة.